زارت لجنة من وزارة حقوق الإنسان برئاسة القائم بأعمال الوزير المستشار إسماعيل الجبري اليوم زارت عددا من الجرحى والمصابين الذين يتلقون العناية الطبية في مستشفى الثورة والذين استهدفوا يوم الخميس الماضي في تفجير انتحاري بميدان التحرير بصنعاء. وأكد المستشار الجبري بأن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على أحوال الجرحى ومعرفة تقديم الخدمات الصحية لهم كأدنى حق من حقوقهم الإنسانية، مضيفا بأن هذه الزيارة تأتي ضمن مهام واهتمام وزارة حقوق الإنسان في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان. نحن اليوم في زيارة لإخواننا الجرحى الذين جرحوا أثناء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي حصل في ميدان التحرير. المواطنين الذين أصيبوا كان الاعتداء عليهم بمثابة اعتداء على الشعب بالكامل. وزيارة اللجنة لتقصي أو الاطلاع على أحوالهم والخدمات الطبية المقدمة لهم كأحدى مهام وزارة حقوق الإنسان.